اللقاء الذي قام على مستوى مركز استقبال مدينة العرائش وهو من تنظيم مديرية الشباب والرياضة مدينة العرائش كاحتضان، كان استضافوا في الأثناء الأستاذة ربيعة السعدوني المديرة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة مدينة العرائش. أستاذ مرحبا بك، يمكن لك تكلمنا شوية الأستاذة على هذا اللقاء اللي قاعد ننظم اليوم على مستوى هذا المركز هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى الصحافة التي تواكب دائما الأنشطة والبرامج اللي هي دائما وراء يعني المواكبة والتتبع ديال الأنشطة والبرامج ديال مديرية الشباب والرياضة بإقليم العرائش. فأكيد اليوم هو يعني يوم بهجة وسرور، إننا معتزون ومفتخرون أن مدينة العرائش تحتضن يعني واحد الدورة التكوينية لفائدة المسؤولات الجهويات أو الإقليميات ديال وزارة الشباب والرياضة اللي هما في تخصص ديال الطفولة الصغرى. ففعلا أكيد أن العرائش أصبحت محظوظة أنها تحتضن مثل هذه الدورات التكوينية اللي هي وطنية، وهذا يعني الحمد لله ليس بالسهل، لأن برامج، وأنا دائما أقول بأن برامج واستراتيجيات الوزارة هي برامج يعني مكثفة، برامج يعني وازنة، اللي الحمد لله اليوم العرائش فهي محظوظة أكيد أنها تحتضن هذه الدورة التكوينية في مركز الاستقبال، اللي هو بالتالي قد عرف يعني واحد التغيير الحمد لله. فاليوم كاين محاور يعني جد مهمة، وهي يعني التشريعات أو القوانين اللي يمكن التتبع كيفاش أننا يمكننا يوقع الفتح ديال روض الأطفال اللي هما فعلا فيه مشاكل كثيرة، ولأن الوزارة تنهج هذه المنهجية دائما ديال الانفتاح على المؤسسات يعني التعليمية والمؤسسات، جميع المؤسسات وجميع المرافق العمومية. إذا أستاذ تكلمنا على المشاركة، يعني العينة المستفيدة واش هي تخص إقليم العرائش أو الجهة أو يعني مستفيدة المشاركات؟ أكيد أن يعني أنا على حسب أن البارح اللقاء ديال مع المستفيدات أنه كاين أكثر ما يفوق من 30 يعني مدينة يعني في ربوع المملكة المغربية، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشمال إلى ومن الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق. ففعلا هذا يعني التنوع الحاصل دائما جميع الدورات التكوينية اللي كتقوم بها الوزارة، فهي دائما كتمس هذيك الشمولية ديال الجغرافية ديال المهنية ديالنا ديال وزارة الشباب والرياضة في المغرب ككل. أستاذ، منذ مجيئكم لمدينة العرائش وأنتم تشتغلون، يعني يؤخذ عليكم أو دنديزة المرأة، درتي واحد الثورة ديال المرأة مدينة العرائش، المهرجان ديال المرأة في مارس، درتي أنشطة المرأة، المرأة 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 الرجل. لا أكيد سعبني أننا دائما 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 أنا تقول بأن قطاع الشباب والرياضة هو قطاع من أروع القطاعات، فأنا أقولها وأصدر لأنه يمس جميع الفئات يعني المجتمعية، هو يعني قطاع مجتمعي اجتماعي محض، لأنه كيمس الطفولة، كيمس المرأة، كيمس الشباب، كيمس الشيوخ، لأن احنا الآن أنا يعني أكيد أن جميع الأنشطة اللي قامت بها مديرية الشباب والرياضة، وأنا كنقول تحية تقدير واحترام عالية للفريق العمل اللي هو الأطر الكفأة اللي الحمد لله دائما وراء هذا النجاح اللي هو في إقليم العرائش، واللي احنا فعلا يعني ما يمكنليش نقول بأن برنامج من الاثنين إلى الأحد، فهو برامج مكثفة رياضيا فنيا شبابيا ثقافيا. فأنتم حضرتوا دور الثقافة، دور الشباب، حضرتوا المركبات السوسيو رياضية اللي انفتحت في العوامرة وبوشارن، شفتوا دار الشباب في ساخن الساحل، شفتوا دار الشباب اللي غتكون في العوامرة، شفتوا الحمد لله أننا نواكب عدة مشاريع اللي هي فعلا أنا تنقولها من هذا المنبر أحيي السيد عام الإقليم العرائش، ويعني السلطة والمنتخبون سواء كانوا في المجالس المحلية الحضرية أو المجالس القروية، اللي فعلا أننا طبقنا الحمد لله عن كتب كل ما ترمو إليه أو كل ما يعني تتوخاه الوزارة في الانفتاح على الجماعات المنتخبة، على السلطة، على جميع الكفاءات اللي يمكن لها أنها تعاون قطاع الشباب والرياضة. شكرا الأستاذة ربيعة السعدوني، مديرة إقليمية لوزارة الشباب والرياضة مدينة العرائش.
العرائش على هذه التوضيحات. كان عندي واحد باردون، كان عندي واحد الالتفاته اللي بغيت نوصلها كرساله. انا تنقول بان الحمد لله قطاع الشباب والرياضه هو قطاع يعني يزخر بكفاءات رائعه من الاطر، فالاطر يعني الشباب والرياضه هما اطر معطاءه بدون مقابل، اطر ديال التضحيه يعني تشتغل في اوقات من غير اوقات العمليه الطبيعيه، وانها كتعطي الاكثر في الاكثر. شكرا.